بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأخواتي، فإن الله سبحانه وتعالى غني عنا وعن أعمالنا، ولو شاء ما خلقنا، لو كان البشر جميعا على أتقى قلب رجل منهم ما زاد ذلك في ملك ربنا شيئا، ولو كانوا جميعا على أفجر قلب رجل واحد من عباد الله ما نقص ذلك من ملك الله شيئا، ولو قاموا في صعيد واحد فسألوه فأعطى كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عنده إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وقد شرع لنا عبادته لمصلحتنا نحن، فإننا لا نبلغه بضر ولا بنفع. ولذلك صح عنه في الحديث القدسي الصحيح: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فالعبادات هي لمصلحتنا نحن، وهذه المصلحة منها ما هو أخروي وهو الأهم. فالحياة الحقيقية هي الحياة الأخروية، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فهي موعدنا الحتمي الذي نحن سائرون إليه، ونحن نعلم أن ذلك الموعد الحتمي ليس بعده مكان آخر. فالإنسان إما أن يكون من أهل الجنة وإما أن يكون من أهل النار. فإن كان من أهل الجنة ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، والإنسان فيها ينال من التكريم ولإجلال ما يجعله ملكا حتى لو كان أحقر عباد الله في الدنيا وأذلهم وأضعفهم حالا، وينال هنالك ملكا كبيرا كما بين الله ذلك في كتابه. وإن كانت الأخرى عائدا بالله فكان الإنسان من أهل النار، فهو في أحقر منزل وأدناه وأذله، وفيها من الهوان والمذلة ما لا يخطر على بال. ولو كان الإنسان ملكا في الدنيا ولو كان كأقوى أهل الدنيا حالا، فإذا كان في النار فإنه لا عزة له في ذلك على حال. وأبلغ ما في الجنة من النعيم المقيم لذة النظر إلى وجه الله الكريم، وبذلك يسعد أهلها فيرون المزيد الذي وعدهم الله سبحانه وتعالى، وتتحرر وجوههم من المذلة والهوان. ولهذا قال الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وفي مقابل ذلك أبلغ ما في النار من المذلة والهوان أنهم لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ولهذا تغشى وجوههم الكآبة، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقد جعل الله ذلك الموعد مكانا للتباين والتفاوت، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وهذه العبادات أثرها الدنيوي كذلك مكمل لأثرها الأخروي، فلها منافع عظيمة للإنسان. أهمها تقوية إيمانه وترسيخ عقد الإيمان في قلبه ووصله ببارئه. فالذي لا يعبد الله والذي يعبده الفرق بينهما كالفرق بين الحي والميت. ولذلك فإن العابد لله سبحانه وتعالى كلما عبد وازداد في العبادة كلما ازداد قدرة عليها ويقينا بها ومحبة لها. فالحسنة تدعو إلى الحسنة كما أن السيئة تدعو إلى السيئة، وبذلك يرتقي ويرتفع كلما قرب
وكلما قربه الله سبحانه وتعالى زاده في طاعته. فالذين يحبهم الله سبحانه وتعالى ييسرهم للطاعات، فتنقاد لهم جوارحهم كلها، تنقاد لهم قلوبهم فلا تفكر في المعصية، وتنقاد لهم عيونهم فلا تنظر إلى المعصية، وتنقاد لهم أسماعهم فلا تلتذ بسماع المعصية، وتنقاد لهم جوارحهم كلها فلا ترغب إلا في الطاعة، ويحال بينهم وبين المعصية ويستغلون فيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وأما الآخرون عائدا بالله فإن المعصية تدعو إلى المعصية، وكلما تجاسر الإنسان على معصية من معاصي الله كلما ابتلي بمعصية أكبر منها، فلا يزال يتردى في الوحل وهو لا يشعر بذلك. ولهذا قال ابن الجوزي رحمه الله: أعظم الناس بلاء المحجوبون عن الله، وأعظمهم بلاء من لا يشعر بالحجب. فالذين لا يشعرون بالحجب لا يشعرون بأنهم فاتهم نور هذا الإيمان، ولا يشعرون بأنهم لم يذوقوا حلاوته ولم يسعدوا بالعبادة لله سبحانه وتعالى، هم أشد المحجوبين بلاء عائدا بالله من ذلك. ومن الطاعات ما يذوق به الإنسان طعم الإيمان ويتقرب به إلى مولاه ويصفي خاطره ويزيل عنه الأدران والآثام ويرفع درجته عند بارئه، ومن ذلك قيام الليل. فهذه الشعيرة العظيمة وهي قيام الليل مجال من مجالات التنافس، شرف الله بها أولياءه وأعلى درجتهم بها وحرم منها أعداءه. وإذا استطاع الإنسان أن يكون من القوامين لليل فإنه سيستشعر سعادة عجيبة عندما يتذكر أن باب الله مفتوح الآن للمناجاة، وأنه صرف دونه أكثر الناس، منهم من صرف بالكفر، ومنهم من صرف بالفسوق والفجور، ومنهم من صرف بالنعاس والنوم، ومنهم من صرف بالمرض، ومنهم من صرف بالغفلة، ومنهم من سلط على نفسه بالمعاصي. وقد أذن لك في هذه الساعة بأن تلج باب الملك الديان وأن تتقرب إليه وتقبل عليه بوجهك ليقبل عليك. وقد صح في الحديث القدسي الصحيح الذي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه قال: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه، ذكرني فإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. يقبل الرب جل جلاله على المصلي في جوف الليل فيضحك له سبحانه وتعالى، وهذا غاية الإيناس. فالإنسان محتاج إلى أنسه بربه، فله من الأزمات والمشكلات والأعداء والمتربصين والضيق والشدة في هذه الحياة الدنيا ما له، لكن يخرج من بأسائه وضرائه بالكلية عندما يضحك له الرب جل جلاله. وكان أعرابي عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه يقول: يضحك الله إلى القائم في الصف والمصلي في جوف الليل. فقال الأعرابي: أو يضحك ربنا عز وجل؟ قال: نعم. فقال: لا يعدمك من رب يضحك خير. فالأعرابي مؤمن، فعرف أنه عندما يضحك الرب جل له لن يعدم الخير من ذلك. وقيام الليل يؤنس الإنسان بربه فينال حلاوة هذا الأنس. فأنتم تعرفون أن الإنسان إذا عاش وحده في خلاء من الأرض وانقطع عن الناس مدة طويلة يستوحش، يخيل إليه سماع الأصوات وأصوات الوحوش وأصوات الجن وغير ذلك مما يتخيله المنفردون والمستوحشون، وأنه يأنس إذا كان بين أحبابه وأصحابه وهم في راحة وسعادة كاملة وفي تدبير شؤونهم وأمورهم فيأنس بذلك، لكن تلك الوحشة عند انقطاعه وحده زائلة منقطعة.
وذلك الأنس عند اجتماعه بأحبابه وأصحابه زائل منقطع. والأنس الحقيقي الدائم الذي لا ينقطع هو أنس الإنسان بربه جل جلاله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه عند الاستيقاظ من النوم: أنت الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون. فالله هو الحي الباقي الدائم الذي لا يموت، والإنس والجن يموتون. فالأنس به أنس بباق دائم، والأنس به أنس بمن لا يشتغل عنك. فأحبابك ولو وصلوا إلى أعلى درجات المحبة والإخلاص لك، لا بد أن يكون لك مشارك في قلوبهم أو أن يشغلهم عنك شاغل، لكن الرب جل جلاله إذا أحبك فلا يمكن أن يشغله عنك أحد، لا يشغله شأن عن شأن سبحانه وتعالى. ولذلك يستجيب دعاء الداعين بمختلف الألسنة في مختلف الأمكنة، يسأله من في السماوات والأرض، فلا يمكن أن يختلط عليه سؤال بسؤال، ولا يمكن أن يلتبس عليه سائل بسائل، فيعطي كل إنسان منهم مسألته وكل سائل منهم حظه، سواء كان من الملائكة أو من الإنس أو من الجن أو من غير ذلك من جنوده، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وأنسك بالله سبحانه وتعالى يقتضي إدراكك لما خلقت من أجله، ويقتضي صدق توجهك إليه، وهو الذي يلهمك الطاعة ويعينك عليها ويتقبلها منك بعد ذلك، ثم يجازيك عليها الجزاء الأوفاء، كل ذلك من كرمه وجوده. فلو شاء ما خلقك، وبعد خلقك لو شاء لأضلك، ولكنه شاء أن يهديك، فهو يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فمن هداه فبفضله، ومن أضله فبعدله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وبعد ذلك لو شاء لم يلهمك المسألة أصلا، فكثير هم أولئك المصروفون عن السؤال، يسألون المخلوقين ولا يسألون الباري سبحانه وتعالى، لأنهم يحسون بالقرب من المخلوقين ولا يحسون القرب من الله جل جلاله. وهذا غاية الانصراف، لأن الرب هو الكريم وهو الغني وهو الذي يقضي الحوائج، والمخلوقون لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا يملكون شيئا مما في السماوات والأرض، فكل ما في السماوات والأرض لله رب العالمين. والمخلوقون يغضبون إذا سئلوا، والرب يرضى أن يسأل. ولهذا يقول أحد العلماء: لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ويقول المكودي رحمه الله: إذا عرضت لي في زماني حاجة وقد أشكلت فيها علي المقاصد، وقفت بباب الله وقفة ضارع، وقلت: إلهي إنني لك قاصد، ولست تراني واقفا عند باب من يقول فتاه سيدي اليوم راقد. ويقول السهيلي رحمه الله: بجمال وجهك سيدي أتشفع، ولباب جودك بالدعاء أتضرع، يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قول كن إمن، فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن منعت فأي باب أقرع، ومن الذي أرجو ومن الذي أدعو وأهتف باسمه، إن كان فضلك عن فقيرك يمنع، حاشا لمجدك أن تقنط داعيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع. وكان إبراهيم بن أدهم رحمه الله يقول في مناجاته لله جل جلاله: إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك، فإن تغفر فأنت لذاك أهل، وإن تردد فمن نرجو سواك. وإحساس الإنسان بالقرب من الله سبحانه وتعالى تقوية له لا يمكن أن يعدلها شيء. فالقوة إنما تكون بأن يأوي الإنسان إلى ركن شديد، وأن يكون له معتمد يستند إليه. والمؤمن ركنه الشديد
هو أن يأوي إلى الله سبحانه وتعالى وأن يدخل في كنفه وأن يستعيذ بمعاذ. وقد قال العلامة مولود بن أحمد الجواد رحمة الله عليه: أستودع الحافظ المستودع الوالي ديني ونفسي وأهلي وأموالي، أستودع الحافظ المستودع الوالي ديني ونفسي وإخواني وأموالي، وأسأل المتعالي أن يوفقني وأن يسدد أفعالي وأقوالي. أنا الضعيف فذاك الضعف يرحمه ربي القوي، فكان الضعف أقوالي. ما ذل ما ذل من بالله عز، وكم ذل العزيز بأعمام وأخوالي، وكم رأينا ذليلا بعد عزته من عزه بالموالي أو بالأموالي. متى تفز بموالاة الإله يدي، فعادي يا أيها المخلوق أوالي. يستشعر الإنسان حب الله سبحانه وتعالى ويعلم أن الله هو الشكور، فإذا أحببته أحبك، وحينئذ لا تبالي بحب من سواه كما لا تبالي بالخوف ممن سواه. فيصدق فيك حينئذ قول القائل: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الحب فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. وقيام الليل من الأمور الشاقة على النفوس، فالنفوس أبدانها خلقت من تراب، ولذلك تحاول عند راحتها ونومها أن تركن إلى الأرض، أن تخلد إلى الأرض، ولكن الإخلاد إلى الأرض مناف لعلو الهمة. عندما يأنس أهل الأرض بفروشهم ويأوون إليها، فأهل السماء ترتفع أرواحهم إلى الله سبحانه وتعالى، فيعدون في من حام حول العرش، ومن أهل المناجاة والصدق، ومن أهل حضرة القدس. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: إن أخا لكم لا يقول الرفث، وهو عبد الله بن رواحة رضي الله عنه قال: وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق مفتوق من الصبح ساطع، أرانا الهدى بعد العمى، فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن سريره، إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. فعندما يشق ذلك على النفوس يكون الأجر أعظم ويكون الإقبال أكبر، وبالأخص عندما يستشعر الإنسان أن من حوله نيام، وأن من بينه وبين الكعبة مسافة طويلة فيها كثير من النائمين، من عن يمينه نائمون، ومن عن شماله نائمون، ومن وراءه نائمون يغطون في نوم قد انقطعوا، وهو الآن قد وصل، أقبل على الله سبحانه وتعالى فهداه لذلك. ولهذا يقويه الله على شيطانه قوة هائلة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا استيقظ فذكر الله انحلت عقده من عقد الشيطان، الشيطان يضرب على قافية رأس كل أحد منكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب في كل عقدة إن عليك ليلا طويلا فنم. فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقده، فإذا توضأ انحلت عقده، فإذا قام يصلي الحق انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس. وإذا لم يذكر الله ولم يتوضأ ولم يصلي أصبح كسلان خبيث النفس. وهذه القوة التي تؤدي إلى هذا النشاط وتؤدي إلى هذه السعادة، معها كذلك قوة أخرى رهيبة وهي استجابة الدعاء. فقد ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل، أي استيقظ في وقت المنام، من تعار من الليل فقال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، اللهم اغفر لي، استجيب له. فإن توضأ وصلى قبلت صلاته.
أو قال أو دعا، أي دعاء يستجاب، أو قال اللهم اغفر لي. فإن توضأ وصلى قبلت صلاته، جائزة عظيمة جدا في هذا الوقت، في جائزة مخصوصة في وقت مخصوص لمخصوصين متميزين خصهم الله بأن أحياهم مرد إليهم أرواحهم في هذا الوقت. ولذلك كانوا يقولون إذا استيقظوا من منابهم: الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. فكثير من الناس لا ترد عليهم أرواحهم فيموتون في منامهم، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. رد علي روحي وعافاني في جسدي، كثير هم أولئك الذين يستيقظون من منامهم وقد أصيبوا في تلك النومة بمرض، فلذلك تحمد الله على العافية من ذلك، عافاني في جسدي. وأذن لي بذكره، كثير من الذين يستيقظون وهم أقوياء لا يؤذن لهم بالذكر فينصرفون عنه وينشغلون، وحينئذ يفوتهم هذا الخير العميم وهذه السعادة العظيمة. قيام الليل شرعه الله سبحانه وتعالى لخواصه من خلقه، فأمر به رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، فقال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالله سبحانه وتعالى يختار من عباده شافعين مشفعين، والشافعون لهم صفات معينة، فمن كان صخابا وكان صاحب شحناء وخصومة لا يكون من الشافعين يوم القيامة، كما بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيام الليل جعله الله سببا للشفاعة، فأهله يشفعون، ولهذا قال: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهو مقام الشفاعة. وقيام الليل هو أول ما وجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من العبادات بعد العلم، فأول الأوامر الإلهية التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم هي العلم، أنزل عليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم أنزل عليه بعد ذلك الأمر بالقومة الأولى، وهي قيام الليل، قومة العبادة، وهذه القومة شاملة لكل أنواع العبادات والطاعات. وقد أنزل عليه فيها: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فهذا قيام الليل، قم الليل. وبين أن المقصود بقيام الليل ليس العدد من الركعات ولا القدر المقروء، وإنما هو القدر من الليل الذي يمكثه الإنسان في المناجاة، إما الليل إلا قليلا. ثم جاء التخفيف بعد ذلك: نصفه أو ينقص منه، أي من النصف قليلا، أو زد عليه. ثم بعد ذلك ذكر ما يكون محتوى هذا القيام، فمحتوى القيام ما هو؟ هو القرآن، ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وهو الوحي. وهذا دليل على أن قيام الليل مقوٍ للإنسان، فكل المصائب والأزمات والمشكلات تهون بقيام الليل. فلذلك قال: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. الإنسان محتاج إلى الخشوع وإلى التعود على الحضور في الصلاة، وذلك بانقطاعه عن الملهيات. فالذي ينظر إلى الألوان وينظر إلى الشاشات وينظر إلى الحركة وينظر إلى الشارع وإلى السيارات لا يستطيع خشوعا ولا حضورا. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يلبس خميصة ذات علم، أي فيها مربع، فوقع بصره على علمها، فلما سلم نزعها وقال: احملوا هذه إلى أبي الجهم وأتوني بإنبجانيته، فإني نظرت إلى علمها فكاد يفتنني عن صلاتي. أبو الجهم فقير من فقراء المسلمين، وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهدي إليه تلك الخميصة الثمينة، وأن يأخذ إنبجانيته، وهي ثوب
ليس فيه أي خطوط ولونه واحد كان يلبسه أبو الجهم، فقال احملوا هذه إلى أبي الجهم وأتوني آنيته فإني نظرت إلى علمها فكاد يفتنني عن صلاتي. من هنا فإن الإنسان الذي يريد أن يخشع عليه أن ينقطع عن مشاهدة الأغيار وعن الاستماع إلى الأصوات، ولهذا كان وقت الليل وقتا عجيبا في العون على الخشوع والحضور، ينام الناس فتهدأ الحركة، تطفأ الأضواء والقناديل فتخلو بالله جل جلاله، وإذا كان الإنسان حاضرا فله أنوار أخرى ويشاهدها بعض المؤمنين. كان أسيد بن حضير رضي الله عنه يصلي في فناء داره، وقد نام حوله ابنه يحيى وكان طفلا، وقد ربط فرأسه في فناء الدار، فكان يقرأ القرآن، فإذا قرأ نزلت ظلة من السماء فيها قناديل فلا تزال تقترب منه، فإذا اقتربت منه سكت فترتفع. فقد شعر هو بذلك عندما كانت الفرس تجول في طولها إذا أحست بهذه الظلة، فخاف على ولده من الفرس، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال تلك الملائكة تنزلت لسماع القرآن. وإذا كان الإنسان يريد الخشوع فإطفاؤه للأضواء وإسكاته للأصوات وانقطاعه عن التفكير في شأن الدنيا ومشاريعها وهمومها هو الذي يحصل له به الخشوع، فيستطيع حينئذ الإقبال على صلاته والإقبال على ربه جل جلاله. ولذلك كان وقت الليل أسعد بهذا من النهار، فلهذا قال إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. وقد اختلف في ناشئة الليل، فقيل أول الليل وقيل وسط الليل وقيل آخر الليل، لكن عموما المقصود بها ساعة من الليل ليس فيها حركة ولا أصوات ولا انشغالات. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، فهي أقوم للتمكن، ليتمكن الإنسان مما يقول وليعرف ما يحضر ما يقول، وأقوم قيلا هي كذلك أصفى لكلامه، يكون الإنسان مستجمعا لقلبه، فالأذن لا تشوش بسماع أصوات والعين لا تشوش برؤية مناظر، وبذلك يكون القيل وهو القول أقوم وأثبت. إن لك في النهار سبحا طويلا، فالنهار الإنسان فيه وقت ليعمل وليستريح ولينام حتى يعينه ذلك على قيام الليل. فاذكر اسم ربك، هذا الذكر وهو من قيام الليل، يخصص وقتا من ليله لذكر الله جل جلاله والثناء عليه. وتبتل إليه تبتيلا، هذا الدعاء أن يتبتل الإنسان إلى ربه فيناجيه خاليا به. وأنتم تعرفون أن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله منهم، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وهذا القيام مرتبط بالقرآن وما يحفظه الإنسان منه في الأصل، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، معناه تارة وتارة بحسب انشغاله وأعماله، أدنى من ثلثي الليل معناه في بعض الأحيان، ونصفه وثلثه تارة تقوم نصفه وتارة تقوم ثلثه، وطائفة من الذين معك معناه كذلك يفعلون، والله يقدر الليل والنهار سبحانه وتعالى، علم أن لن تحصوه، لا يمكن أن تستوعبوا الليل والنهار بطاعاتك الملائكة، فأنتم بشر والبشر أبدانهم لا تقوى على ذلك، وهم مؤلفون من عناصر شتى بخلاف كثير من الخلائق، فهي من جنس واحد، الملائكة مادتهم واحدة وهي النور، والجن مادتهم واحدة وهي النار، أما البشر فلهم ثلاثة عناصر، البدن من تراب، والعقل نور من الله، والروح أمر غيبي من الله سبحانه وتعالى، من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فلذلك قال
إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. فمن أقبل على الله سبحانه وتعالى فهذا وقت توبة الله عليه، والمقصود بالتوبة هنا التخفيف، فتاب عليكم. فاقرأوا ما تيسر من القرآن، هذا وقت قراءة القرآن، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى، فبدأ بأصحاب الأعذار أولا، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وهم التجار والعاملون والموظفون، فيشق عليهم أن يجمعوا بين شغل النهار وقيام الليل كاملا، وآخرون يقاتلون في سبيل الله وهم المجاهدون، فيشق عليهم كذلك وينقص شهادهم أن يشغلوا كل ليلهم بالقيام، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرأوا ما تيسر منه. فلم يعذر أحدا منهم بالكلية ولم يشق على أحد منهم، قال فاقرأوا ما تيسر منه أي من القرآن، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. استغفروا الله العظيم. كذلك فإن قيام الليل أيضا مقتضي من الإنسان لاستقبال نفحات الله سبحانه وتعالى وبركاته، فلله ساعات يرسل فيها نفحات إلى الساجدين أو القائمين أو العابدين في ذلك الوقت تختص بهم دون من سواهم، وله أوقات لا يرد فيها سائلا، فأقمن الناس بها الذين يناجونه في وقت انشغال الآخرين عنه فيستجيب الله دعاءهم. ولذلك فإن دعاء الليل هو السهام التي لا تطيش، سهام الليل الدعاء الذي في جوفه وهو لا يطيش أبدا لا بد أن يصيب. وكذلك فإن قيام الليل مقتضي لنور البصيرة، فيفهم الإنسان ما يتلقاه عن الله، والله يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقيام الليل سبب كذلك لترقيع الفرائض، فالفرائض يقع فيها بعض الخلل، وهي أول ما ينظر فيه من العمل، صلاتك أول ما ينظر فيه من العمل، فمن نجت له لم يضره ما سواها، ومن جاء الخلل من صلاته فبأية حالة تكون نجاته؟ يقول جدي الددو رحمة الله عليه صلي صلاتي كالسواني تعودت بلا سائس يحدو، فكيف نجاتي وكيف خلاصي من ذنوبي في غد إذا كان أربى ما جنيت صلاتي. إذا كانت الصلاة التي تريدها لنجاتك من النار هي خصمك يوم القيامة، فلا شك أن ذلك فيه إشكال كبير ومصيبة كبيرة. ثم بعد ذلك قيام الليل يرقع هذه الصلاة، فما يقع فيها من الخلل يستره قيام الليل، وما يقع فيها من النقص يكمله قيام الليل. فأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة صلاته، فإذا نجت له فريضته نجا، وإلا قال الله انظروا هل لعبدي من نفل فيكمل له فرضه، فيسأل هل لهذا العبد من نفل فيكمل له فرضه. وقيام الليل مقتض كذلك للجد والتشمير، فأهله أهل الليل هم أهل الجد والتشمير في شؤون حياتهم، لأنهم غلبوا أهواءهم فاستحقوا بذلك الانتصار، فمن انتصر على نفسه في معركة الإصلاح حري أن ينتصر على غيره في معركة السلاح، ويكون بذلك منصورا، لأنه قد تغلب على هواه وشيطانه وتغلب على قرنائه وانتصر انتصارا واضحا يراه هو. كذلك قيام الليل فيه إصلاح للأهل، فالأهل لا يستطيع الإنسان مراقبتهم ومراقبة صلاتهم وصيامهم وشؤونهم كلها في كل أوقاته، صلاح الزوجة، صلاح الأولاد، صلاح العمال، صلاح من حول الإنسان، صلاح الشركاء،
صلاح الموظفين الذين تحت يد الإنسان، كل هذا ينفع الإنسان كثيرا. فالإنسان الذي كل عماله من الصالحين الأمناء، أو كل خلطائه من الصالحين الأمناء، أو صلحت له ذريته أو زوجه، هذه مزية كبيرة، وهذه المزية إنما هي جزاء للمحسنين، كما قال الله تعالى: ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. فالمحسنون يجزيهم الله بصلاح ذرياتهم، أن يجعل في ذرياتهم من الصالحين كما جعل في ذرية نوح من هؤلاء الأنبياء الصالحين. ولذلك أثنى الله على الذين يدعونه من عباده بصلاح ذرياتهم. وقد سمعتم ما قرأ علينا القارئ في سورة الفرقان، قول الله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وكذلك أثنى على الذين يؤوبون ويتوبون إليه فيدعونه بمثل هذا الدعاء، فإنه سبحانه وتعالى قال: فلما حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. فهذا الوعد العظيم لأولئك سببه توبتهم وإقبالهم على الله ودعائهم له في وقت انشغال الناس عنه. قيام الليل المنشود والمطلوب جعل الله سبحانه وتعالى فيه ساعة فلم يفرضه فرضا، ليس قيام الليل فريضة، ولكنه رتب عليه من الفوائد ما يجعل النفس الطائعة مائلة إليه مقبلة عليه. رتب الله على قيام رمضان إيمانا واحتسابا مغفرة ما سبق من الذنوب، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سبب لدخول الجنة، فقد أخرج الترمذي في السنن من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: لما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا، أو لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا ذكر لي فأتيته، فسمعته يقول: أيها الناس، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، ترد الجنة بسلام. ترد الجنة بسلام، معنى هذا ضامن للنجاة في الدنيا وللنجاة من عذاب القبر وللنجاة يوم القيامة، لأن الإنسان إذا كان يدخل الجنة بسلام فهو آمن من كل هذه الآفات. وصلاة الليل والناس نيام، ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهلها ينالون ما لا يخطر على بال أحد، ولذلك قال: وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. فهذه الآية ترشد إلى أن أهل قيام الليل من المؤمنين وليسوا من الفاسقين، فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. فهنا قال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، أي ما أخفى الله لهم من قرة أعين، قراءة الجمهور من قرة أعين وهي المتواترة، وقراءة الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله هي من القراءة 13، أي من 3 الزائدة على 10 المتواترة. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. من قرة أعين وهي جمع قرة، فليست قرة واحدة، بل قرة عين في النفس، وقرة عين في الدين، وقرة عين في العلم، وقرة عين في العمل، وقرة عين في الأهل، وقرة عين في الولد، وقرة عين في الرزق، وقرة عين في القبر، وقرة عين في الموقف، وقرة عين في الجنة. من قرات أعين جزاء بما كانوا يعملون.
قيام الليل لم يحدد الله سبحانه وتعالى فيه عددا من الركعات كما حدد الفرائض، فالفرائض حددها لكن قيام الليل لم يحدده، وهذا من فضله سبحانه وتعالى، فقد علم تفاوت الناس قوة وضعفا وانشغالا وفراغا فجعل الأمر متسعا. وقد قال إبراهيم النخعي رحمه الله: أقل ما يسمى قيام الليل قدر ما تحلب فيه شاة، أي قدر 10 دقائق تقريبا أو 7 دقائق، هذا أقل ما يسمى قياما، وما زاد على ذلك كله قيام. أطوله ما ذكر في سورة الفرقان في قول الله تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. فالصلاة لها 4 أوضاع: وضع هو أعلاها وهو القيام، ووضع هو أسفلها وهو السجود، وبينهما وضعان الركوع والجلوس. فذكر الوضعين وهما الحدان، الحد الأعلى والحد الأدنى، فأدرج بينهما ما بينهما من الوضعين الآخرين، فقال: يبيتون لربهم سجدا وقياما. وبدأ بالسجود لأنه أقرب الأحوال إلى الله جل جلاله، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقد اختلف في قيام الليل وغيره من النوافل هل الأفضل كثرة السجود أو كثرة القراءة، فذهب بعض أهل العلم إلى أن كثرة الركعات هي الأفضل، لأن السجود هو أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ولأن الله بدأ به قبل القيام فقال: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقال آخرون: بل الأفضل القيام، لأن فيه قراءة القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الصلاة طول القنوت، والمقصود بطول القنوت إما طول الدعاء فيشمل ذلك السجود وغيره، أو طول القراءة وذلك في القيام، لأن السجود لا قراءة فيه، نهيت أن أقرأ القرآن ساجدا أو راكعا، فالسجود والركوع ليس محلا لقراءة القرآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ لقيام الليل نظاما معينا، فينام ثلث الليل حتى إذا كان نصف الليل قام، وأول ما يبدأ أن يشوص صفاه، أي أن يستاك، ثم يمسح النوم عن وجهه بيديه ويذكر الله سبحانه وتعالى، ويقوم إلى الشن فيتوضأ منه، ثم بعد ذلك يصلي 2 ركعتين خفيفتين يفتتح بهما قيامه، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بعد ذلك. ووتره تارة يكون 1 ركعة طويلة، وتارة يكون 3 ركعات، وتارة يكون 5 ركعات، وتارة يكون 7 ركعات، وتارة يكون 9 ركعات، وانتهى وتره إلى 11 ركعة. وطريقته في الوتر أن يصلي، إذا أراد أن يوتر بأكثر من واحدة يصلي 2 ركعتين ثم يجلس فيصلي 1 ركعة هي الثالثة كصلاة المغرب مثلا، وإذا كان سيوتر ب5 يصلي 2 ركعتين ويجلس ثم يقوم، فيصلي 2 ركعتين ثم يجلس ثم يقوم للركعة 5 ثم يسلم، وإذا أراد أن يصلي ب7 يجلس بعد 2 الأوليين وبعد 2 الوسطيين وبعد 2 الأخريين ثم يسلم بعد 7، وهكذا في 9 يجلس بعد 2 ثم بعد 2 ثم بعد 2 ثم بعد 2 ثم بعد ذلك يوتر ب9، وهكذا إذا أراد أن يوتر ب11. ولم يكن يلتزم قدرا معينا من القرآن في قراءته، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يهذ القرآن كهذكم هذا، وإنما كان يتدبره ويرتله، فقد قام ليلة بآية واحدة وهي جزء من آية من سورة المائدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وهذه حكاها الله عن نبيه عيسى عليه السلام أنه يخاطب الله بها، و النبي صلى الله عليه وسلم جعلها شفاعة لأمته، فقام ليلة بهذه الآية يكررها، أي جزء من آية قام بها ليلة يكررها. وعندما قرأ عليه ابن مسعود من سورة النساء قال: اقرأ علي القرآن، قلت: أقرأه عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه من سورة النساء حتى إذا بلغ إلى قول الله تعالى:
فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فقال حسبك. فنظرت فإذا عيناه تهملان. فقد كان يبكي لسماع القرآن ويتأثر به تأثرا بالغا، وهذا المهم في قراءة القرآن، ليس المهم حسن الصوت المطرب، كما ورد أن أهل آخر الزمان يطربون لقراءة قرائهم، وجاء في الحديث الذي أخرجه النجاد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه في آخر الزمان يقدم القوم الرجل ليس بأفضلهم ولا بأفقههم، ما قدموه إلا ليغني لهم، فقط ليس بأفقههم ولا بأفضلهم ما قدموه إلا ليغني لهم. المهم في قراءة القرآن أن يكون الإنسان مع الله فيتلقى عنه مباشرة ويسمع منه كلامه ويعلم أنه رسالة من ربه إليه وأنه خطاب مباشر من ربك جل جلاله إليك. تصور لو أن رسالة أتتك تعلم أنها صدق وجاءت من والدك الذي مات وفيها من فلان إلى ابني فلان، أليست محل إجلال وتقدير لديك؟ لو جاءتك رسالة من أبي عبد الله مالك بن أنس إلى فلان مثلا ستكون محل إجلال وتقدير. فلو أن رسالة جاءتك من أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب إلى فلان، أو من أمير المؤمنين أبي عمرو أبي عبد الله عثمان بن عفان إلى فلان، أو من أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب إلى فلان، أو من خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر عبد الله بن عثمان إلى فلان، أليست محل إجلال وتقدير؟ بلى، بل ربما انفطر قلبك من الشوق والمحبة والتقدير. فكيف إذا جاءتك رسالة من أبي القاسم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلان ابن فلان؟ لا يمكن أن تتصور حالك وقد استلمت كتابا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك ورسالة موجهة إليك خصصت بها. هذا القرآن رسالة من رب محمد صلى الله عليه وسلم الذي خلقه وشرفه وكرمه، من رب كل هؤلاء المذكورين الذي فطرهم وخلقهم وهداهم، هذه رسالة منه جل جلاله إليك، اختار لها خير طريق فأرسل بها أفضل الأنبياء إلى أفضل البشر وحفظها حتى وصلت إليك، ليس فيها تحريف ولا تغيير ولا تبديل، كما جاء من عند الله فهو بين يديك الآن وهو رسالة مخصوصة إليك. لا تتصور أن القرآن خطاب لكل الأمة، فهذا موجود، لكن تصوره خطابا موجها إليك أنت بخصوصه، وأنه رسالة خاصة إليك حتى تنافس الأمة فيه وتأخذ حظك منه، وحينئذ لا شك أنك ستتأثر بالقرآن تأثرا بالغا، وهذا المنشود في قيام الليل عندما تخلو بالقرآن. طيب أكملها، فأكملها ثم افتتح النساء، وكانت سورة النساء تلي البقرة إذاك، فقلت يركع إذا أكملها، فأكملها ثم افتتح آل عمران، فقلت يركع إذا أكملها، حتى هممت بأمر سوء. قيل وما هو يا ابن مسعود؟ قال هممت أن أجلس. وفي أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه رتب أبي بن كعب، فكان يصلي للناس 10 ركعات، ولكنه كان يطيل حتى يعتمد الناس على العصي من طول القيام. وإذا أكمل 10 ركعات خرج أبي وصلى بهم تميم بن أوس الداري 13 ركعة، فطال ذلك على الناس فاشتكوه، فزاد لهم عمر في عدد الركعات ونقص في قدر المقروء، فوصلت الركعات إلى 39 ركعة، فكانت هي القيام في عهد الخلفاء الراشدين في رمضان أولا كانت 23 ركعة فقط، ثم بعد ذلك وصلت إلى 39 ركعة لأن الناس استطولوا القيام. ولذة الإنسان بهذا القيام سعادة، إذا فاتته فاته خير كثير. كثير من الصالحين من سلف هذه الأمة كانوا يجدون لذة في قيام الليل لا يجدونها في أي شيء آخر. قال الفضيل بن عياض: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك
ما نحن فيه من السعادة لجالدونا عليه بالسيوف. وكان زكريا بن أبي زائدة إذا صلى قيام الليل يبكي بكاء شديدا حتى يبل موضع سجوده، فكانت أمه تتلمس بيدها فتعرف مكان سجوده من مكان من البكاء. وكان كثير من الصحابة الكرام يكثرون قيام الليل ويكثرون الدعاء والبكاء، وكان ذلك شاملا للرجال والنساء. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في بعض الأحيان في الليل حتى يطمئن على قيام الناس وتربيتهم. خرج ذات ليلة في المدينة فوقف على باب عجوز من الأنصار فسمعها تصلي وهي تقرأ قول الله تعالى: هل أتاك حديث الغاشية؟ فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: نعم أتاني، نعم أتاني. وكذلك كان عثمان بن عفان رضي الله عنه يختم القرآن في كل ليلة بركعة واحدة يوتر بها ختمة كاملة. وكان له ورد في ذلك. وكذلك كان علي رضي الله عنه يختم في 3 ركعات. وكان ورد علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 300 ركعة كل ليلة. وإبراهيم النخعي رحمة الله عليه لما اختفى من الحجاج بن يوسف الثقفي وقد كان خرج في ثورة الفقهاء، فبحث عنه الحجاج ولم يجده واختفى في غرفة فمكث فيها 9 أشهر فأدركه الموت. فجلست امرأته عند رأسه تبكي قال: وما يبكيك؟ لقد ختمت القرآن في هذه الغرفة 4000 ختمة. 9 أشهر ختم فيها القرآن 4000 ختمة. وكثير من الصالحين يطوي الله له المسافات في قيام الليل وفي ختم القرآن فيتيسر لهم ذلك وينالون فيه من الخوارق للعادة أمرا عجيبا. وقد أدركنا عددا من الصالحين الذين تختصر لهم المسافات في ختم القرآن. الشيخ محمد علي رحمة الله عليه كان يقرأ كل يوم 1/4 القرآن ولا يأخذ منه إلا أقل من 1/2 ساعة مع التدبر والإتيان بالأحكام. أحد الصالحين ما زال حيا الآن إبراهيم بن سيدي عبد الله شفاه الله وعافاه، كان يأتي إلي في الحرم المكي في وقت الاعتكاف في العصر الأواخر، يأتي عند أذان الظهر متوضئا فيطوف ويصلي ركعتي الطواف ثم يجلس عن يميني في مكان معين فنصلي فيه الظهر ويبدأ ختمته، وقبل الإفطار في مكة ينهي الختمة. وأخبرت بذلك أحد الزملاء فاستنكره علي فقلت: تعال غدا فسيأتي في الوقت الفلاني بالضبط وسيفعل هذا البرنامج. فجاء في نفس الوقت فجلس الرجل إليه يسمعه حتى أكمل الختمة كاملة، فتعجب وقال لي: والله ما تجاوز غنة ولا إخفاء ولا قلقلة، أتى بالأحكام أحكام التجويد كما هي وأتى بختمة كاملة من صلاة الظهر إلى قبيل الغروب. كثير هم أولئك الذين يؤتى لهم بهذا القرآن فيهيأ لهم ويوسع لهم في الليل فيجدون فيه جنتهم وسعادتهم. وقد قال ابن تيمية رحمه الله: إن جنتي في صدري، في هذا القرآن الذي أتلوه وفي هذا العلم الذي أحمله. قال: ما يفعل أعدائي بي؟ قتلي شهادة وحبسي خلوة ونفي سياحة، جنتي في صدري. وكان أبو حنيفة كما ذكرنا لا ينام من الليل إلا قليلا، فكان قواما وكان له جار يهودي، وكان الجار اليهودي يشرب الخمر كل ليلة فيغني ويقول: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري، كأني لم أكن فيهم مسيطا ولم تكن نسبتي في آل عمري. هذه الأبيات
العرجي بن عمرو بن عثمان. فكان أبو حنيفة يسمع هذا اليهودي يشهد الأبيات. وفي ليلة من الليالي فقد صوت جاره، فلما صلى الفجر طرق باب جاره يسأل عنه هل هو مريض، فلم يسمع صوته البارحة في سكره وغنائه. فقالت زوجته إن الحرس قد اختطفوه فاعتقل. فذهب أبو حنيفة حتى خلصه من السجن، وجعل يده على كتفه وجعل يقول أضعناك يا فتى أضعناك يا فتى، يذكره بالأبيات التي يشهدها. وهذا من تمام الخلق ومن تهذيب القرآن للنفوس. فأسلم اليهودي وترك شرب الخمر بسبب هذه المعاملة الحسنة. عبد الحق الإشبيلي رحمه الله ألف كتابا عن قيام الليل سماه كتاب التهجد أو كتاب الصلاة والتهجد. هذا الكتاب عقد نصفه الأخير تقريبا لقيام الليل، فذكر فيه من قصص السلف الصالحين في قيام الليل وما يجدون فيه من السعادة واللذة، وما يختصر الله لهم فيه من المسافات، وما يجدون من آثاره الشيء الكثير. ومن ذلك أمور لا تصدق حسب عادة الناس. فعامر بن عبد الله بن الزبير كان من المشهورين بالقيام، وكانت لذته في قيام الليل، وكان إذا أحرم وقام يظن الحمام أن عمامته على صخرة أو على عمود، فيبيض الحمام على عمامته قبل أن يركع من طول قيامه. بل قبل ذلك تعرفون أن سليمان عليه السلام من طول قيامه كان يعتمد على منسأته أي عصاه، فتعود الناس على ذلك، فكان الجن يلحظونه قائما معتمدا على العصا وهو ميت مدة سنة كاملة، سنة وهو ميت وهو معتمد على عصاه. فأراد الله أن يظهر ذلك للناس، فأرسل دابة الأرض فأكلت المنسأة فسقط سليمان. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. ورواية رويس عن يعقوب تاسع القراء العشرة، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. تبينت الجن معناها اكتشف الإنس الجن، عرفت الجن على حقيقتها أنهم لا يعلمون الغيب، ولو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وكان عدد من الصحابة الكرام في قيامهم لا يحسون بشيء، لا يسمعون اللجبات والأصوات إذا كانوا في صلاتهم، وكذلك التابعون. فعروة بن الزبير رضي الله عنهما وكان كما يصفه الناس يقولون كريم العمات والخالات، فخالته عائشة أم المؤمنين، وعمته خديجة بنت خويلد، وجدته صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجده أبو بكر الصديق، وأبوه الحواري زبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. عروة كان من العباد الزهاد، وهو من فقهاء المدينة السبعة من التابعين. أصابته علة في رجله فأكلت أصابعه وخلصت إلى أمشاط رجله، فجاء الأطباء فقالوا لا بد أن تبتر رجله وإلا انتشر الداء إلى جسمه. فقالت ابنته دعوه حتى يدخل في صلاته، فإذا دخل في الصلاة لم يحس بشيء، فتركوه فأحرم، فجاءوا بالمنشار فقطعوا رجله ووضعوا عليها الدواء ولم يشعر بشيء. فلما سلم قال ما لي أشم رائحة الزفت، أشم رائحة الزفت، ما شعر بشيء في الصلاة. وهكذا كثير من القصص التي يستغربها من لا يدرك حقيقة ما كانوا يجدونه من السعادة في قيام الليل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم أجمعين ممن رضي الله عنه وأرضاه، وممن يسره لطاعته وأعانه على صيام النفل وقيام الليل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على أداء أمانته، وأن يعيننا وإياكم على حفظ ودائعه وما أودعنا من شرائعه، وأن يسلك بنا وبكم أنفع طريق، وأن يدلنا ويدلكم على طريق الله المستقيم، وأن يأخذ بنواصينا ونواصيكم إلى البر والتقوى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحل علي وعليكم رضوانه الأكبر الذي لا سخط بعده،
وأن يهديني وإياكم لما يرضيه، وأن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل سرائرنا خيرا من علانياتنا، وأن يجعل علانياتنا صالحة، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا، وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا من حبك. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك الشهادة في سبيلك مقبلين غير مدبرين، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، بعد طول عمر وحسن عمل. اللهم استعملنا أجمعين في طاعتك ونصرة دينك وإعلاء كلمتك، واجعلنا أجمعين هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ولا تجعلنا أتباعه، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنهنا بركنك الذي لا يرام، واجعلنا في جوارك الذي لا يضام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت رجاؤنا. فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا. فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعمة التي لا تحصى عددا، نسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد، وبك ندرأ في نحور الأعداء والجبارين. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى، واحفظنا فيما غبنا عنه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرناه. يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو، هب لنا ما لا ينقصك، واغفر لنا ما لا يضرك، إنك أنت الوهاب. نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من البلايا، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك رهابين، أواهين، منيبين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا. إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا، أم إلى قوي ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا سخط فلا نبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بنا سخطك أو يحل علينا غضبك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا ندعوك دعاء الخائفين الوجلين، ونسألك مسألة المساكين، ندعوك دعاء من خضعت لك رقبته وذلت لك ناصيته وفاضت لك عينه، فلا تردنا خائبين، ولا تجعلنا عن رحمتك من المطرودين، وهب المسيئين منا للمحسنين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الفرح عند لقائك، ونسألك الثبات عند النزع، والأمن تحت اللحد، والتوفيق عند السؤال. اللهم اجعل الموت خير غائب ننتظره، واجعل القبر خير بيت نعمره. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا ومن الماء البارد. اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه، واجعلنا فيه من عتقائك من النار، واجعلنا إلهنا ممن قامه وصامه إيمانا واحتسابا فغفر له.
اللهم دلنا على ليلة القدر فيه، واجعلنا ممن قامها إيمانا واحتسابا فغفر له. اللهم وفقنا لما يرضيك، واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا جواد يا سخي، يا وهاب يا كريم يا سيد، هؤلاء عبادك وإماؤك قد اجتمعوا في بيت من بيوتك في هذه الليلة، يرفعون إليك أيدي الضراعة، فلا تردهم خائبين، ولا تجعلهم عن رحمتك من المطرودين، واقض ما في علمك من حوائجهم أجمعين. اللهم املأ قلوبنا أجمعين من الإيمان، وأجسادنا من الصحة، وجوارحنا من الطاعة، وأيدينا من الخير، واستعملنا أجمعين في طاعتك ونصرة دينك وإعلاء كلمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ظواهرنا وبواطننا، واجعل سرائرنا خيرا من علانياتنا، واجعل علانياتنا صالحة. اللهم آت أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض. اللهم إن الأمور مرجعها إليك، فلا تفضحنا بين يديك. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وخزي يوم القيامة. اللهم لا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين من المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مجاهدا إلا أيدته ونصرته، ولا عدوا إلا كبته وخذلته وكفيته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا عسيرا إلا يسرته،
ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم جاز عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل وأجزل وأكمل ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عمن أرسل إليه. اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم أقر عينه في ذريته وفي أمته واخلفه في أمته بخير. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا تحت لوائه وابعثنا في زمرته واسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنك قلت وقولك الحق أدعوني أستجب لكم، وقلت وقولك الحق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقلت وقولك الحق واسأل الله من فضله، وقلت وقولك الحق أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. اللهم إنه بلغنا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنك قلت يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وبلغنا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله حي كريم يستحيي إذا مد العبد إليه يديه أن يردهما صفرا. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم لا تجعلنا أخيب الداعين ولا تردنا خائبين. اللهم ما أنت قاسمه في هذه الليلة من خيري الدنيا والآخرة بين عبادك الصالحين في مشارق الأرض ومغاربها فاجعل لنا أجمعين منه أوفر حظ ونصيب. اللهم لا تخرج أحدا منا من هذا المسجد وما حوله إلا وقد غفرت له ما قدم وما أخر وما أعلن وما أسر وقضيت ما في علمك من حوائجه يا أرحم الراحمين. اللهم إنك أعلم بنا منا فاقض ما في علمك من حوائجنا. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا واختم بالحسنات آجالنا واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.